60 أشعياء كان عم يصرخ للرب بأشعياء 64 عدد واحد. أشعياء كان عم يصرخ للرب قال ليتك تشق السماوات وتنزل فتزلزل الجبال في حضرتك. وعدد 5 منذ الأزل لم يسمع أحد ولم تصغي أذن لمن ترى عينا إلها سواك يجري ما تصنعه للذين ينتظرونك. ما في إله مثلك يا رب. فدام الرب يا رب ليتك تشق السماء وتنزل إلينا. أكيد كان مزعوج من أمر معين، كان في ضغوطات عم بيقطع فيها، لكن صرخ للرب. ونحن بنعرف انه في عدد كانوا كل الانبياء منتظرين ويتنبؤون. اشعياء كانوا اشخاص تنبؤوا عن مجيء يسوع، وكان عندهم رجاء وايمان وعاشوا على هذا الرجاء انه يسوع بده يجي، ولكن ما حدا عنده اي فكره يسوع كيف بده يجي. لكن كل اللي بيعرفوا انه يسوع مشتهى الامم مشتهى الاجيال هو جاي. وقف اشعياء بهالهيكل يا رب ريتك تشق السماء يا رب، خلصنا يا رب، خلصنا يا رب، تعبت بدنا اياك يا رب. ونحن عارفين يا رب انه ما في ولا عين يا رب ولا اذن يا رب تسمع وترى ما تعده لاولادك يا رب، لانه نحن نؤمن بك انك انت الاله الحي القادر على كل شيء. خليناك انه الرب يسمع لصلواتنا، الرب يسمع لأناتنا، الرب يسمع لدموعك إلى صوت عند الرب، مشقاتك إلى صوت عند الرب. كله مسجل في سفر الحياة، لأني رأيت دموعك، لأني رأيت ألامك، لأني رأيت تعبك، لأني رأيت اضطهادك، لأني رأيت أعوازك. لكن يسوع نحن بنعبده هو ليس مجرد إنسان عادي. طبعا هو ولد كإنسان عادي، لكن هو الله المتجسد. وأنا هذا الموضوع بدي ركز عليه، لأن نعرف إن هو يسوع. إحنا كثير مرات بنفكر يمكن وصلت علاقتنا بالرب يسوع لدرجة الصداقة وننسى من هو يسوع. لكن لما نعرف إن هو يسوع اللي أشعياء كان عم بيصرخ عنه ولادك تنزل وتزلزل السماوات، تفتح السماء وتزلزل الجبال وتزلزل الأرض، هذا يسوع ملك الملوك ورب الأرباب اللي قادر ان يغير حياتك ويغير ظروفك ويغير احوالك ويغير قلبك ويغير فكرك ويغير عقيدتك ويغير كل ضعف بحياتك، لانه الله المتجسد انه قادر على كل شيء ولا يعصر عليه امر. تخيل هذا الاله اللي عم يحكي عنه يزلزل الجبال يشق السماء بصد المسكون على كفه. بنشوف بلوقا 2:2 لما بيحكي قصه ولادة يسوع المسيح. طبعا طرق الرب غير طرقنا، افكار الرب غير افكارنا. بعدك الوقت الفكر اليهودي كان عندهم رجاء انه المخلص جاي بده يخلص الشعب، ولكن كان عندهم فكر سياسي مثل ما نحن كثير مرات عندنا فكر بشري عندنا فكر ارضي. ولكن فكر الرب غير فكرنا، طريقة خلاص الرب غير ما نحن بنفكر. نحن مرات بدنا الرب نديره مثل ما نحن بدنا، ولكن بدي اقول لك الرب مش مثل ما انت بدك، الرب مثل ما هو بده بيتحرك. بعكس فكرك، بعكس توقعاتك، لكن الرب بديك بدا الصباح ترفع توقعاتك وترفع ثقتك وترفع ايمانك، لانه هو يرى قلبك، يرى فكرك. بدون ايمان لا يمكن ارضاء الرب. يجب أن تؤمن وترفع إيمانك، لأنه إيمانك يرضي الرب ويسهل عمل الرب في حياتك، والرب مشتاق أن يعمل في حياتك. الرب سمع لصراخ شعبه، الرب سمع لصراخ أشعياء، الرب سمع لصراخ داود، الرب سمع لصراخ كل الأنبياء في العهد القديم، ولكن الرب حقق مجيئه وحقق النبوة وأتى سريعا. مش مهم الوقت لما أتى سريعا، بعد 2000 سنة بلا بعد 3 سنة، أجندة الرب غير أجندتك، وقت الرب غير وقتك، فكر الرب غير فكرك، حتى الطرق الرب اللي بيجي فيها غير اللي انت بتكون متوقعها. أجا في الهزيعة الرابعة كانوا التلاميذ عم بيتخبطوا بالسفينة، صح؟ لكن أجا وقت آخر نفس على الرمق الأخير أجا الرب لعندهم، والرب عم بيطلع فيك، الرب عم بيطلع فيك، لكن الرب قريب للذين يدعونه. اقتربوا إلي أقترب إليكم يكون الرب. إذا مش شايف تعامل الله بحياتك
قرب من الرب، نظر انك انت بعيد، لانه بعد من المسافه نظرك بخف، حتى بحياتك الجسديه تعتبر فحص نظر بحط لك حرف صغيره بعيده، بصير قربهم شوي 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 شوي. بقولك هلا قاشع، بقولك انا هلا قاشع. قرب اقترب الي فاقترب اليكم. والرب اقترب لنا. الرب اقترب لنا، قول معي الرب اقترب الي. رب اقترب لعندك، رب ترك عرش السماء، رب ترك تسبيح الملائكه، رب ترك قدس الاقداس، رب ترك افضل مكان، افضل من اورشليم وافضل من الارض وافضل من المدينه اللي كان فيها، افضل من المزبط، ترك عرش السماء واجد يكون مثلي ومثلك، لابس جسد ضعفنا، جسد خطيتنا، جسد سقطاتنا، لكي ما يعين ضعفات، ما يقول الرب يدعم يعين ضعفك. وكلمة الرب لك انك انت لست لوحدك، انا معك كل الايام والانتظار الدهر، لن اتركك لن اهملك، عيني عليك. وانا عم بقرا قصة الميلاد كنت عم شارك فيها بجنوب، وانا عم بقرا قصة كنت اول مره بتقول هذا الشيء، شاركت هذا الشيء بجنوب، بشكرك يعني خدمه حلوه، كان اول مره بنكون بهالكميه وعم نسبح الرب على خط على مستوى الخط الازرق، بلا شغل النقوره. النقوره على مرماش عين ابل ضهيره. واو كان اختراق. لكن الاختراق كان في سببه الصلاه، نقترب من الرب فالرب يقترب باسم يسوع. فبتقول كلمه الرب بلوقا 2 هي قصه الميلاد، ولكن انا وزلت. وزلت الاحتفال اللي صار، وزلت الخبر اللي صار. هل هذا الخبر يستحق هذا الاحتفال؟ عن جد فكر فيها. قال وكان في تلك المنطقة رعاة يبيتون في العراء يتناوبون حراسة قطيعهم في الليل. كان في رعاة وقاعدين عم يتناوبوا، يعني مثل العسكر ساعتين ثلاثة حراسة قاعدين بيحصل، وزار كان عندهم قطيع كثير. وإذا ملاك من عند الرب قد ظهر لهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا أشد الخوف. شي مرة مين شايف ملاك شي مرة؟ حدا شايف ملاك؟ بصلي ربي يفرجيكم ملاك باسم يسوع. هل الرعاة خاف؟ ظهر ملاك خافوا أشد الخوف، لكن دائما الرب ما بده يخوفنا. إلهنا إله حنون، إلهنا إله طيب، إلهنا إله لطيف، تعاملاته معنا تعاملات لطيفة. إله كل مرة بيطمنا، لكن خلي دنياك على الرب، خلي عيونك على الرب. يا رب أنا مشتاق إني أسمع صوتك، مشتاق إني أشوفك يا رب، يا رب مشتاق إني أشوف في السماء يا رب، ورب بدي أفرجيك يوم هون على الأرض، هون على الأرض بدي أفرجيك يوم. فقال لهم الملاك لا تخافوا، قول معي لا تخافوا، قال لهم الرب ما تخافوا. إذا أنت اليوم في عندك خوف بحياتك، إذا أنت خايف من ظرف اقتصادي معين، الشغل خايف في ظروف ضغوطات صعبة، بقول لك يا رب لا تخاف لأني معك. حتى لو مش شايف الملاك، الملائكة أنا أصدرت أمر من السماء لتكون عم تحرسك. هذا الخبر العظيم رح نقرأ إنه لما الملائكة بشر بمجيء يسوع، هذا خبر إلى مر الأجيال وأمس واليوم وإلى الأبد. بقول لك يا رب ما تخاف أنا معك، أنا أصدرت أمر من السماء إلى الملائكة لكي ما تصير أمامك وتحرسك، لكي لا تصطدم في حجر رجلك، حتى ما تصطدم في حجر رجلك. الله مهتم حتى بأصابع رجلك. تعرف شو بس تحط رجلك بحجر أو بكرسي شو بصير وجع؟ تصبح كلها سوا. ما خبطت رجلي بالباب؟ بعرف ناس خبطوا راسهم بالباب. الرب يهتم، يهتم بهذه التفاصيل. فقال لهم لا تخافوا فأنا أبشركم. أنا جايب لكم خبر عظيم، هذا خبر لكل الناس، لكل الطوائف، لكل الأجناس، لكل الأفكار. ما بهمني عقيدتك، ما بهمني فكرك، في إلك فرح عظيم في هذا الصباح لإلك. مش مهم أنت من أي خلفية، من أي مذهب، من أي دين، من أي عقيدة، من أي حزب، من أي فكر، من أي عقيدة، في فرح لإلك عظيم، عظيم، اسمه عظيم، في فرح عظيم. أنا أبشركم بفرح عظيم يعم الشعب كله، كله، لأنه هكذا أحب الله كل العالم، الشعب كله.
السينما في زيني مثل كل السنين، لكن بكل البلدان بكل الطرقات بكل الخلفيات، وما رح تلاقيني اسم زيني ومبسوطه ومش عارفين ليه، لكن في فرح عم بيصير حتى لو مش عارفين، لانه مجيء يسوع يسبب فرح، اسم يسوع ياتي بفرح، ميري كريسمس ياتي بفرح، يسوع هو صاحب هذا العيد العظيم. فقد ولد لكم اليوم، ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. هذا الفرح، في أعظم هيك فرح؟ خلينا نفكر شو في أعظم هيك، شو في أعظم هيك خبر؟ اليوم ولد لكم مخلص، في مخلص لك يخلصك من سلطان الشيطان، ما بيخلصك من السياسة، ما بيخلصك من حكم البشر، يخلصك من حكم الشيطان، يخلصك من الدينونة، يخلصك من الموت، يعطيك حياة أبدية، يخلصك من اللعنات، يخلصك من الشر، ويعطيك أن تكون بالارتفاع من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة باسم يسوع، لكي ما تكون صانع سلام. الرب بده يرد قيمتك، يرد اعتبارك. السياسة بتروح وبتيجي، الناس بتروح وبتيجي، ولكن يسوع لا يتغير أمس واليوم إلى الأبد. لما عيونك على يسوع وأنت تختبر خلاص يسوع وتؤمن بيسوع أنه ليس بإنسان عادي وليس برسول، هو الله الذي يخلصني من كل خطاياي ويعطيني حياة أبدية، لن يكون عندك أي ارتباط إلا بشخص الرب يسوع له كل المجد. أما هذه العلامة لكم، أنت يا ملاك الرب جاي بخبر عظيم، وصار إنه في شيء احتفال ملوكي عم بيصير بالسماء، السماء انفتحت، كان أشياء عم بيقولوا يا رب ليتك تشق السماء، كان أول مرة السماء بتفتح، وأول ناس شافوا السماء مفتوحة هن الرعاة والمجوس. وشافوا احتفال عظيم عم بيصير بالسماء. ملاك جاي وخافوا الارض، حتى بدي خبرك خبريه انه حتى المجرات والكواكب دايره اتجاه الكهرباء. قال في نجم صار ماشي معك، خيال نجم ماشي معك، قال عم بدد المجوس فوق المزبط. المجرات تغيرت، الارض تغيرت، الكون كله تغير بهذا الخبر. نحن عنا نيالنا بيسوع يا جماعه، نيالك إذا بتعبد يسوع، نيالك إذا أنت اسمك على اسم يسوع، نيال قلبك، نيال قلبك. وكانت العلامة، أنا أكيد خبطهم الأربعة، أنا أكيد ممكن تخبطك أنت، أو طرق الرب غير طرقنا، أفكار الرب غير أفكارنا. وهذه العلامة لكم، تجدون طفلا ملفوفا بجماط ونائما في مذبح. يا رب نحن سمعنا خبر ملوك، سمعنا انه في خلاص، سمعنا انه يسوع الملك اللي ناطرينه هو ملك الملوك ورب الارباب اللي جاي يحكم بالعدل، اللي اشعيا كان عم بيصلي وداود عم بيصلي وكل انبياء عم بتصلي واحنا منتظرين وعم يعمل رقب حركه السماء، مش معنيه شيء، تيجي بتخبرنا عن ملك في نزوات، في نزوات. بتعرف شو نزوات هذيك الوقت؟ مكان مظلم، مكان ما فيه جنس الحياة، مكان بالصخر، ممكن يكون موسخ كمان. الخبر غير الدعوة، سمعنا خبر انه واو، لكن الدعوة إلى مكان. بس الرعاة بيعرفوا شو يعني مزبط، عشان هيك الرب ظهر للرعاة. الرعاة الوحيدين بيعرفوا شو يعني مزبط، لكن لو ظهرنا غير أشخاص ما بيعرفوا شو يعني مزبط. لكن أنت بدنا نروح نشوف. يسوع مش لانه بده يتواضع، انتبه، يسوع مش لانه بده يكون فقير تيعلمنا الفقر، لا، هذا تعليم بكسر باسم يسوع. يسوع هو غني ومستغني في كل شيء، لكن افتقر لكي ما يغنيك انت. احنا راسه ولد بالمزبط لكي ما يرفع من المزبط الى من اوطى مكان في الارض، لكي ما يجعلك ابن السماء تكون معه في السماوات. ولد في ابشع مكان لكي ما يرفعك الى احلى مكان. تجسد لكي ما ينشلك من المزابل ويضعك مع اشراف شعبه. اختبر
اشد البرد لكي ما يعرف انه انت بتكون بردان ويهتم بيك ويشعر بيك. اختبر يعني شو يعني بيبي، شو يعني ولد موجوع، حتى يحس بألم الأطفال، حتى أنه يهتم بالبشرية من ساعة ما يتكون. أنا من بطن أمك أنا رقمت عظامك، اسمك مكتوب، عرفتك باسمك تكون نبيا للأمم. واختبر كل الاختبارات لكي ما يعين ضعفاتنا. يعني حتى إذا أنت عندك بيبي ما تخاف عليه، بيعرف شو يعني بيخلقه. مش بس خلقه وبيقف بعيد، حتى اختبر شو يعني بيه، اختبر شو يعني برد، اختبر شو يعني ألم، شو يعني مغص، شو يعني موجوع، شو يعني مريض، شو يعني محرور، شو يعني ما عندك الطعم بيدك. الرب يهتم، قال أنا أهتم بكم كما شو الدجاجة تهتم بأولادها. اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. أشد الاهتمام الرب عم يفرجينا. ولما سمعوا كلمة الرب وفجأة ظهر مع الملاك جمهور من الجند السماوي يسبحون الله قائلا المجد لله في الأعالي، على الأرض السلام وبالناس المصالح. نفس التسبيحة لتسبح في السماء تسبحت على الأرض، نفس المكان، نفس القيمة. الأخرى نفسه خسر عبد بقرار شخص منه، بحب منه تنازل، اخلع عرش السماء حتى يكون عم يجي على ارضنا، وجاب تسبيحه ميكت علامه انه هو يسوع المنتظر، هو ملك الملوك، هو رب الارباب، القدوس قدوس قدوس اله السبعون. نفس التسبيحه كانت بالمزبوط، نفس التسبيحه على الارض، بس هالمره المجد ما حيكون بس بالاعالي، حيكون على الارض. مش السنه بده يكون بالسماء، بده يكون على الارض كمان. ومن يومتها الرب حول حياة الإنسان من جحيم إلى السماء. إذا أنت مش عايش السماء وعايش الجحيم، تعال عند يسوع، اختبر يسوع. يا رب أنا بدي تفوت على قلب تغيرني وتخسرني. يا رب يمكن تعرف أنا أقول هالسنة يا رب قصد أنه ما يكون العالم كتير تكون في زينة ويكون في هدايا، لأنه عم بيحضر العالم ذهنيا وفكريا هن يختبروا الفرح الحقيقي. في قصد انه الرب ما بده يكون بس عم بتزين شجره الكنز، الرب بده يزينك انت، الرب بده يزين قلبك، الرب بده ينورك تكون نور الامم، الرب بده يخترق قلبك، الرب بده مش فيك تختبر انت بس، ما بدك تختبر بالكريسماس ولاده يسوع وتكون انت برات الكريسماس، الرب بده يكون جوات الكريسماس، تكون جوات يسوع، تكون ولادتك انت، هيك ولادك انت الروحي، تختبر مين هو يسوع ملك الملوك رب الارباب. انا عندي هذا اليقين، صدقوني هذه السنه اكثر سنه فرحان فيها بحياتي، صدقوني. مع انه في دقيقه من كل الميلاد عم بختبر شيء جديد الرب عم بيعلمني. قد ايه هذا الفرح؟ فرح حقيقي في يسوع. إذا أنت اليوم بدل المكان بعيد عن يسوع بعدك أخذ قرار، اليوم فرصتك يسوع يملأ قلبك. يكون عيد ميلادك أنت بدنا نبارك لك، بنقول لك ميري كريسمس، مسيح في قلبك، أنت مبروك، خلقت من جديد. قديش عظيم تختبر هذا الفرح. بشوية 9:6 بقول عنه ليسوع، كنت عم تحكي رانيا حاجة أقراها، بيك عن يسوع شوية. يسوع عم ننتظرينه لأنه بيخبرنا أنه الملاك عم يبشر بمجيئه، عبر أنه ولد في مزود. شوف من هو يسوع، هني كانوا بيعرفوا العهد القديم، لكن احنا مرات بننسى في كتير إشياء تشوهر بأفكارنا عن يسوع، كتير إشياء بقيمة يسوع بحياتنا مرات ما بتاخد مكانتها. بتقول لأنه يولد لنا ولد ويعطى لنا ابن يحمل الرياسة على كتفه، ويضع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ولا تكون نهاية، هذه كلمة مع الله، بس قول ما عنده نهاية. الوحيد الله ما عنده نهاية، الوحيد الله أبدي وأزلي. ولا تكون نهاية للنمو لجسده وللسلام من لدين سدان عرش داود ومملكته، يثبتهما ويعبدهما بالحق والبر من الآن إلى الأبد.
ان نبيلة الرب القدير تترني. هذا امم هذا الماء له نهايه لمملكته. هو الها عجيبا مشيرا قديرا رئيس السلام. بدك سلام؟ بدك اقتراب بحياتك؟ بدك تكون مرتبط بيسوع؟ بدك تؤمن بيسوع؟ من هو يسوع؟ يسوع مش طفل الغار ولا طفل المزبط. اذا نزل على المزبط كرمال يرفعك انت ويباركك، ولكن هو ملك الملوك ورب الارباب، هو الله المتجسد من مريم العذراء المباركه. الله قادر ان يصنع عجائب لانه اسمه عجيب. عجائب في حياتك. تعرف شو اهم عجيبه؟ بش تشفى من السرطان، بش تشفى من القلب، بش تشفى من ما بعرف شو. بتعرف شو اهم عجيبه؟ لما تسمح ليسوع يخترق قلبك وتولد من جديد. بدي خبرك خبريه، تعرف انه هيدي الوحيده هي ما شفاء، هي اقامه من الموت. بين الامراض هي شفاء، ولكن ولد جديد هي اقامه من الموت. كنت ميت انا والان انا شو؟ حي. الأفرح معي لابن الدار، هو كان ميتاً والآن هو حي. فوجد لما تختبر يسوع أنت بتحيا من الموت وتصبح أبدي كما إلهك أبدي، لا لملكه نهاية، بل هو يقضي على كل شيء وقاض في كل شيء، هو إله الآلهة. تصبح هذه الطبيعة. ما تاخذ حياتك الروحية مازحة. اوعى. اوعى تاخذ حياتك الروحية مازحة. لما أنت شخص الرب أقامك من الموت. قبل يسوع اللي عشت من 10 و20 و30 و40 سنة أنت كنت ميت. لكن مع يسوع أنا أصبحت حي. أصبح فيك مشاعر وإحساس. أصبحت عجيب. وتصنع عجائب، تضعون ايديكم على المرضى فيبرحون، تخرجون ارواح شريره باسمي، انا ارسلكم لهذا العالم كما تكونوا نور وملح لهذه الارض، تتكلمون بكلمات الحياه، تخرج كلمات من فمكم، لا ترجع كلمتي الي فارغه، بل تكون كمطرقه تحطم الصخر. كلماتنا مختلفه، حياتنا مختلفه، علاقتنا مختلفه. اوعى ايش يظهر يسوع بعيونك. للأسف كثير مؤمنين وعين بهذا الفخ، بيصير يظهر يسوع بعينهم. انتبه. بدي اقول لك في العهد القديم لما كانوا يكتبوا اسم يهوه او اسم الله اللي هو بيرمز ليسوع، يسوع الذي اسمه يسوع الذي يخلص عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. الريش اللي كان يكتب فيها يكتب الله، كما ما يكتب براديمي فيها الله. ممنوع. كل ما بدي يكتب هو عم ينصح، كل ما الله تكتب مره واحده ولا شيء. هذا اقدس واعلى اسم. ليس هناك اقدس واعلى من اسم الله. انتبه انه يسوع مش حي احد. يسوع مش ادوار جوزيف وماريا، يسوع هو يسوع. انا هو. انا هو. بمزمور 2:7 بقول الله يهوى الإله القدير، وها أنا أعلن ما قضي به الرب. اسمع مزمور، أنا أعلن الله، أنا أعلن ما قضي به الرب. قال لي رب الرب أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. اطلب مني فاعطيك الامم ميراثا واقاصي الارض ملكا لك. الله قال له انت ابن انا اليوم ولدتك، انا اعطيك الامم لك. كل ما هو لي هو لك. انا والاب واحد. من راني راى الاب. من امن بي ولو مات فسيحيا. هذا هو عم نحتفل اليوم بذكرى ميلاده، هو يسوع رب الارباب. الله اصدر قضاء واصدر امر، ان هذا هو ابني انا اليوم ولدتك، انت لي.
وكل هيدا المسكونة رح حطه على يديك لأنه خلقت بكلمة قدرتك. تمام. وانت عم تصلي وانت عم تحكي وانت عم تخدم كيف انه انت عم تخدم اسم يسوع. مش حكي الأرسل. اسم يزلزل الأرض. اسم يخترق كل الظروف وكل التحديات. لما انت تعلم اسم يسوع ما في اقوى من اسم يسوع. ما في اعظم من اسم يسوع. خليني اقول لك نفس الجند السما اللي ظهر للرعاة وقال لهم لا يخبركم بخبر عظيم. لما انت بتصلي اسمع مظبوط لما انت بتصلي وبتذكر اسم يسوع نفس الملك اللي عامل مهرجان بالسما واقف عم تحارب معك انه اسم يسوع يزلزل عرش السما ويزلزل الارض ويزلزل الجبال. واسم يسوع الملك عم تصرخ المجد في الاعالي وعلى الارض السلام. لاسم يسوع تسجد كل ركبه في السماء والارض وتحت الارض. وانت عم تصلي اوعى تفكر انت عم تصلي انت عم توقفنا. صلي على لون اسم يسوع. قول يا رب انا بعلن اسمك سيكون فرح لاسم يسوع يكون اختراق يكون عجائب يكون يا رب امور عظيمه يكون اسمار يكون ازدهار في بلدي لاسم يسوع. احنا لا بنصلي ككنيسه لانه نؤمن انه ما في اعظم من اسم يسوع ولا اسم اعظم من اسم يسوع ولا اسم. السماء زلزلت صرخ اشعيا يا رب افتح السماء يا ليت تفتح السماء فتح السماء ونزل. لما انت بتصلي مثل اشعيا السماء مفتوحه مش هتفتح. السماء مفتوحه قال ورايت ابن الانسان. يسوع عم يحكي مع التلاميذ قال له رايت الشيطان ساقطا مثل البرق. يسوع غير المعادله كلها سوا. الكواكب غيرت اتجاهها. السماء انفتحت. هيدا نحن اليوم هذا الاسم الاعظم اسم نحن عم نعيد اليوم بذكرى الميلاد. هو منه مغاره منه شجره حلو زين حلو زين حلو نفرح لكن اعظم ملاك كثير هيدا الاسم اللي انت عايش فيه اليوم. اوعى تستهين بقوه هذا الاسم. اوعى اخدم هذا الاسم اخضع لهذا الاسم عظم هذا الاسم بحياتك والله سيرفعك. يرفع اسم الرب الرب يرفع. كل ما تعرف اسم الاب القدوس كل ما في اختراقات في حياتك والله بيستخدمك اقصى وترى معجزات في حياتك. لما اتوى حتى اتوى شو يقولها ان العذراء تحبل وطلت ابنا ويدعى عمانوئيل اي الله معنا. شو اسمه؟ عمانوئيل. شو معنى اسمه؟ الله معنا. زمان قبل القديم كانوا لما يكتبوا اسم الله مره واحده ما يستجيب مره ثانيه كان يموت دغري ممنوع. الله هذا الاله القدير الاله الجليل الاله القدوس المن يراني ويعيش اصبح معنا. قال لا ما راح بقى حدا يموت بس يشوفني ما حدا بقى راح يموت راح يفوت اسكم قلوبكم وما راح يموت عندكم حياه ابديه. موسى قال يا رب بس خليني اشوف مجدك قال له ما يراني ما يعيش يا موسى. وفجاه تغيرت المعادله قال له انا لسنين ما يراني ما يعيش الان انا ساسكن في قلوبكم. لم اعد اسكن من هياكل مصنوعه من ايدي بشر بل اسكن من هياكل مصنوعه بيد الله حجاره حيه مركبه في بعضها. انا اسكن فيكم وان يراكم ابليس يموت. ابليس بموت اهل منك لانه الله ساكن فيك. كان اول شيء الانسان اذا بشوف الله بموت هلا ابليس اذا بشوفك انت بموت. شوف ابليس بموت يا عمي لانه الله ساكن فيك. الله ساكن فيك الله ساكن فيك وفيك 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 الله ساكن فيك يا محمد يا علي. ابليس مقهور منكم ابليس مقهور من كل واحد لانه الله ساكن فيك. انت ماشي بطريق الفحص لانه الله ساكن فيك. طالع على جنوب رايح على الشمال عم تخدم عرف انه ما في حدا بيهددني ولا حدا بمسني ما مسكهم ما صار حدا قطع عيني. خلي يخترق الرب الاول. ما في حدا يقدر يخترق الرب مستحيل مستحيل. بيقول في فيليب 2:6
إذ إنه هو كائن في هيئة الله لم يعتبر مساواته لله خلصة أو غنيمة يتمسك بها، بل أخذ نفسه متخذ صورة عبد صائرا بشبه البشر، إذ ظهر بهيئة إنسان أمعن في الاتضاع وكان طائعا حتى الموت، موت الصليب. ذلك أيضا رفعه الله عاليا وأعطاه الاسم الذي يفوق كل اسم، لكي تنحني سجودا لاسم يسوع كل ركبة سواء في السماء أم على الأرض أم تحت الأرض، لكي يعترف كل لسان بأن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. أول كان اعتراف من الملائكة، وثاني اعتراف مني ومنك. قال هو ما أخذه، ما أخذ هيك سرقة أنا معادل، لا هو معادل الله، وما في حدا بعادل يسوع لا بالقديسي ولا بالبر ولا بالطيني ولا بأي شيء، هو يسوع أخذ نفسه. طيب رب ليش هذا الألم؟ تعرف أنه ألم اللي عنده يسوع الله أنه أخذ نفسه كان أكثر بشد من عذاب الصليب. تعرف هذا الشيء؟ الله يخلي نفسه. تعرف شو يعني؟ يعني ذيك مرة كنت حدا عم بيحكي ومتذكر مين، بس كان عم بقول تخيلي انطلب منك تكون أرنب لتخلص حدا، صح؟ هذا تخيل نفسك أرنب؟ هيك الله عمل، بس عم بقول لك أرنب بتزعل، صح؟ الله خلقك إنسان، تصور انطلب منك تكون أرنب لتخلص حدا، تعمل غلط، تبوظ بالإيمان، ما أعرفك أنت ناقص، بتقول عنك أرنب بتزعل، ما تشبهني بالأرنب، أنا إنسان، لكن أخذ صورة بشر حتى يخلصني من خلاصك. مش بس بدي يخلصني من خلاصك، بده يسكن بقلبك. نزل على المغارة، نزل على المزبط، وبعد المزبط قال أنا في عندي مكان تاني رح يكون، مش بس عرش السماء، عرش قلبك. هذا القلب اللي هو كان عبارة عن مزبط بحكي كل الحشرات والوسخ والقرف والظلام اللي فيه كل شيء بدخله بنفسه، الله دخل ليطهر يسكن فيه. هل انت مستعد اليوم يكون يوم ميلادك انت؟ تحياتك من الموت، انت كنت ميت لسنين، مش كنت اشخاص بعدهم ميتين، بس بتحرك وبيمشوا، بيمشوا وبياكلوا وبيعطلوا هم، بس انت ميتين، ميتين. هلا بتاخذ اليوم حياه، رب ينفخ نسمه حياه فيك. لما بيعطيك حياه بيسكن بقلبك، بجهزك، بنطفك، بطهرك، بعقمك، بحول حياتك من نزوة حقير إلى قصر عظيم. حتى في مؤمنين بعد هلا اختبروا هذا الجديد، لكن ما في اختبار حياة مع الله. عم بقى من يسوع الكريم أصنعت حياتي، بس مش حاسس بشيء. اوعى تكون بيني مشاعرك على الاحساس، عليك مع الرب المشاعر والاحساس. ابني علاقتك بالرب بكلمة الله. اعلن معنى خالق رضا في المسيح، اسم يسوع اعظم من كل اسم في حياتي. انا ملك للذي فداني واشتغل بدمه الكريم. انا يا رب لم احمي راسي لاي احد يا رب، لكن ارفع راسي لشخصك، انك انت ملكي وانت الهي يا رب، انت يا رب ملك على حياتي وعلى عملي وعلى تفاصيل حياتي، بان انا اؤمن بك يا رب. يا رب انت الله المتجسد، يجب ان يكون اعتراف.